ناقشت جلسة حوارية نظمها ملتقى النهضة العربية الثقافي واقع الإعلام والحريات على المستوى الوطني. وتطرق المتحاورون خلال الجلسة التي شاركت بها الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن وفلسطين وشخصيات دينية وإعلامية وصحافية إلى جملة تحديات يواجهها الإعلام الأردني بمختلف أشكاله، منها الاستقرار الوظيفي والأوضاع المالية الصعبة التي تعانيها مؤسسات إعلامية. وقال رئيس الملتقى باسل الطراونة إن عقد هذه اللقاءات من شأنها أن تخلق حالة من الحوار الوطني الجاد بين المعنيين بتطوير الإعلام والبحث عن حلول واقعية لمعالجة الاختلالات في هذا القطاع. اليوم التقينا مع نخبة من الشخصيات الإعلامية والصحفية المعنية بواقع الإعلام الأردني، وهم يمثلون عينة رائعة من عينات الوطن العديدة والكثيرة في مجال الإبداع الصحفي والإعلامي. تحاورنا، تحدثنا في إطار واقع الإعلام بارتباطه الكبير مع واقع حقوق الإنسان والحريات بشكل عام، وبأمانة تحدثنا كمتداخلين وكحضور عن أبرز الحلول الناجعة لتقوية الإعلام الوطني وصدارته الدائمة، وأن يكون على منصات العالم العربي والإقليمي والدولي في إطار حرصه الأكيد على المصالح الوطنية ابتداء والمصالح العليا لأمتنا العربية والإسلامية. بالتأكيد أكدنا على جملة حوارات قادمة ستكون في المحافظات الأردنية، أيضا في مزيد من يعني العصف الذهني مع أصحاب القرار في الشأن الإعلامي المتنوع المختلف، حتى نعد إجراءاتنا نحن كمؤسسات مجتمع مدني وكمؤسسات تعمل على الساحة الثقافية والإعلامية لبلورة هذه التصورات وهذه المقترحات وعرضها على لجان مختصة في كل السلطات. نحن نقدم المقترح ونقدم خلاصة ونتاج الجلسات النقاشية. هذه الجلسة اليوم سيتم إعداد مصفوفة كاملة بكل المقترحات التي أثيرت أثناء اللقاء، سواء فيما تعلق بالتشريعات والسياسات والممارسات، نحن نربطها دائما بالواقع الإنجازي والتطبيق الفعلي والعملي الذي يطبق على أرض الواقع عملا وفعلا. يعني هذا أبرز ما قيل في هذا اللقاء اليوم، وهو لقاء دوري يعقد بالشهر مرة، يقيمه ملتقى النهضة الثقافي العربي لمنظمة النهضة العربية أرض، يعمل على الساحة الأردنية اليوم، وسينطلق قريبا إن شاء الله إلى الساحة العربية والإقليمية لخلق التفاهمات والتوافقات على الشأن الثقافي والإعلامي في إطار عمل ممنهج إن شاء الله يخدم واقع الأمة الذي هو بحاجة وأمس الحاجة لإعلام نوعي يخدم مصالح العليا.